الدعاء. أفضل ما يقدم المرء لولديه الدعاء ومجانا بدون فلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينفع الميت قال أولا صالح يدعو له، ما قال يقرأ له القرآن ولا قال يحلو يعتم عنه ولا قال يتصدق عنه ولا قال يدعو له. فما كان في هذا المقام الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل عن ذكر ما هو أفضل إلى ما هو أدنى، ذكر أفضل شيء فقال أولا صالح يدعو.